هداف الدوري الممتاز عام 86 ابن العنابي وابن محافظة طول كرم، وهو الشق الشقيق التوأم لماهر أبو شنب. سنتحدث مع الماهر العبكة، لاعب سابق في ثقافة طول كرم متواجد في الأردن الشقيق. أسعد الله صباحكم بكل الخير. صباح الخير سجد ماهر. صباح الخير. أهلا وسهلا. ومن بداية الصباح لما قلت أنه اليوم رح يكون معنا هداف الدور الممتاز عام 86 سيد ماهر، مباشرة جاءت الاتصالات وقلونا الله يسعد هالصباح اللي رح يكون فيه سيد ماهر. طبعا سلامات وإهداءات بتجيك من أهلنا وأحبتنا في طول كرم، وعلى وجه التحديد السيد وليد أبو صفاقة أبو ربحي، ويقول لك يسعد صباحك دائما وأبدا. وأيضا متابعينا كثر أرسلوا بصباحاتهم وتحياتهم للسيد ماهر العبكة. يعني أهلا وسهلا ونورت شاشتنا وبرنامجنا سيد ماهر. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك. بداية، انضممت للنادي الثقافي عام 76 والتحقت بالفريق الأول بسبب تألقك ومهاراتك. فترات ذهبية مختلفة كانت من الثمانينات ولغاية العام 92، وحتى في 86 كان بالتأكيد هنالك نقلة نوعية في الأداء وأيضا في العطاء. لكن احكي لنا أكثر، وإذا بدنا نرجع للوراء قليلا سيد ماهر، عن وجودك وتواجدك في ثقافة طول كرم وفي الأندية هنا المحلية الكرمية، كيف كانت هذه المحطات وكيف بتوصف لنا إياها؟ والله طبعا أي لاعب في طول كرم بداياته بتكون عادية جدا، لأنه احنا الشعب كنا متواضع جدا، وتبدأ البدايات من المدارس ومن الأزقة والحارات الى ان تصبح الى النادي. نعم. بعدها الانسان بيكون بيتقدم مع النادي ومع الفريق الاول والثاني وكذا، وبصير وضعه يتقدم مع التدريبات ومع الاصدقاء والنادي لحتى يوصل للي بده اياه، لكن بالاخير ما بيكون الوضع اللي كان اول مثل هاي الايام. نعم. طيب يعني سيد ماهر، بصراحة الحصول أو الفترة الذهبية كانت من خلال أن كان متميز ابن العنابي كما بالتأكيد تم الوصف في الدور الممتاز عام 86. شو اللي صار؟ شو هالثورة والانقلاب الإيجابي الرائع اللي أحدثته من خلالك واللي حدث من خلالك عام 86؟ احكي لنا شوي عن هالفترة. والله كانت فترة حلوة في الزمن الجميل مع الأصدقاء والأحبة اللاعبين القدامى، كان في إخلاص، في عطاء، كان في محبة للزي اللي بيلبسه الواحد، وكانت تقريبا هاي الأيام كلها عطاء، ما كان في إنسان ينظر لنفسه الشخصي، كان ينظر للنادي، ينظر لبلده، لجمهوره اللي كان دائما بركض وراه في أي ملعب، في أي نادي، في أي مجال من مجالات الرياضة، كان يعطي ويقدم بروح وبإخلاص. نعم. مثل هاي الأيام إنه بركض لهدف لشيء معين. إنه بس إنه يعني هو يحصل عليه. نعم. أول ما كان اللعب فردي، كان جماعي. يعني كان بروح الفريق زي ما بنقول. بروح الفريق طبعا. كان عشان هيك كان الإخلاص والمحبة. نعم. كان في تنافس بيننا وبين الأندية. أنت لما تلعب مباراة مثلا ضد فريق معين، أو زي الديربي عندنا في طول كرم مثلا ضد نادي مركز طول كرم، كانت تبقى مباراة إلى أهمية وإلى يعني روح إلى معنى. نعم. يعني الناس من قبل أسبوع تبقى تحضر حالها بس وين تيجي يوم الجمعة تحضر المباراة بين هذول الناديين، هالأيام هي بتروح المباراة وتيجي المباراة ما حدش عارف فيها. صح مزبوط. طيب سيد ماهر، يعني واضح جدا كنا بدنا نسألك انه شو رأيك بالرياضة قديما وعصر الاحتراف في هذه الأيام. واضح جدا انه الإجابة وصلتنا قبل ما نسأل بخصوص العمل بروح الفريق، لكن اليوم كمان عصر الاحتراف، يعني في بعض النقلات اللي بصراحة اللي حصلت وحدثت، وبعض اللاعبين اللي تركوا بصمة صدقا حتى من الأجيال الشاب الحديثة، كيف ممكن تعبرنا عن وجهة نظرك بعصر الاحتراف؟
والله انا بالنسبه لي يعني غبت 20 سنه تقريبا صلي في الاردن، ما حضرت ولا مباراه ولا شفت اي لاعب يعني في داخل طول كرم او في نعم. النادي عندنا او في الانديه كلها. فانا اللي بسمعه دائما من بعض زملائي لي وشغله زي انه حاليا عصر الاحتراف كلياته مادي، صار ما صار في لعب هناك او نعم في عطاء. يعني هي النادي الثقافي ايامنا كان ما في احتراف صح، لكن دائما يكون يا الاول يا الثاني، ما يكون الرابع او الخامس او ينزل درجه ثاني. ليش؟ نعم لانه في عطاء وفي اخلاص للنادي، في محبه، في فريق. نعم يعني ما كنت تميزي واحد عن الثاني من ال 11 لاعب في نادي ثقافه طول كرم عن بعض، من حارس المرمى لحد راس الحرب يكون نعم نعم كلياتهم نفس المستوى ونفس العطاء. صحيح. يعني لما وكله انا كان لما انا كنت متميز. نادي في الضفه ما كنت لوحدي، انا كان كله من الفريق كله كامل. نعم نعم حاليا ما في هذا الحكي، طلع مستوى النادي مثلا عندنا ما في هذاك المستوى اللي انا بسمع عنه لحد امبارح لما حكوا معي. يعني اكثريه الجمهور بيكون معصب في داخل الملعب على بعض اللاعبين وشغله زي. نعم. طيب سيد ماهر، يعني من هو الفارس الذي كان كظلك حتى أنك واقترن اسم ألعبك مع أبو شنب؟ لماذا هذه التوأمة ولماذا بصراحة هذا القرب العميق ما بينك وبين المرحوم أبو شنب بالتأكيد؟ وكيف كانت هذه العلاقة؟ وحين نذكر الماهر يقال الماهران. نعم نعم صحيح صحيح، الله يرحمه ويعفي عنه ويجعل مثواه الجنة يا رب. يا رب. ماهر كان أخ وصديق، كان يعني زميل في الملعب لا يوصف بصراحة. طبعا وأنا زي ما قلت لك بقدرش أقول بس ماهر، يمكن الناس بقى تقول الماهران عشان اسم ماهر وماهر، لكن عندك الزميل محمد الصباح، وعندك صحيح الزميل درويش البري، وعندك وجيه عابد، وعندك باسم دروبي الله يرحمه، كلهم كانوا لاعبين فوق ما تتصوري. نعم، والجميع قدم بشكل رائع جدا كما وصفت. انا ما بقول انسان بفرد واحد، صحيح الله يرحمه كان زميلي وصديقي، احنا كنا بنتدرب مع بعض وفي داخل مدينه طول الكرم بنكنزل مع بعض ونسهر مع بعض وعايشين مع بعض، يعني كنا فاهمين بعض زي ما بيقولوا عن غيب. بس نعم. اما انه الفريق كله كان لما تنزل على الملعب تحسي انه هذا اللاعب واحد مش فريق كامل. نعم. طب سيد يعني ماهر، بتشتاق لهالايام القديمه؟ طبعا طبعا طبعا، والله مشتاق لهم قد ما الله يعلم. والله يعني كان أطول كرم كان تشتاق لك كان بالتأكيد. كان الزمن تبعهم زمن جميل فعلا، زي ما بيحكوا الزمن الجميل، انه ناس مؤدبين وراقيين و أصدقاء وإخوان كانوا بالنسبة لي. نعم نعم. نعم اليوم أنا كانت البلد كلها بالنسبة لي زي إخوان، مش بس للفريق، لأنه أنا كنت عايش لوحدي في طول كرم. نعم. فكلها تكون إخواني وأصدقائي وحبايبي. بالتأكيد، وطول كرم تفتقد هذه القامة الرائعة، نتمنى إن شاء الله أن تزورها يعني، ولما لا، إن فنحن شاء الله نعيش على إن شاء الله الأمل على وعلى خير الثقة أنا نازل إن شاء بإذنه الله. تعالى. طب سيد ماهر، يعني أكيد في مواقف طريفة حصلت وحدثت مع كل لاعب، مع كل حدا فينا في الحياة في مجال عمله، طبعا شو أبرز هالمواقف اللي لليوم بكرة لما لاعبنا المميز سيد ماهر العبكة بيتذكرها بصير يضحك بينه وبين نفسه؟ والله شغلات كثيرة صارت في الملعب، لكن لا أتذكرها حاليا نهائيا. لا والله ما بتذكر منها شيء، لأني شو صار لي بحدود 30 سنة تارك. صحيح. لكن في شغلة في الملعب دائما تكون بيننا وبين اللي بتدريبات مع حارس المرمى مأمون الدبدوب، مجرد مداعبة أو مزح أو شغلات زي هيك، نبكى كل الفريق يعني لما نتحضر فيها وشغلات زي هيك، نضحك بطريقه انه ايام حلوه جدا. نعم. ما في يعني شغله مثلا في الملعب انه صارت معي شغله عادي، لا كانت مجرد بس مزحات خفيفه مع بعض وكذا وإشي، وكان يبقى فيها ماهر ابو شنب الله يرحمه، فبتذكرها الزميل والاخ مامون الدبدوب، مجرد مداعبه او مزحه معه وشغلات زي هيك.
نعم. في يوسف أسعد مبروك بيقول: رحم الله ماهر أبو شنب، والله يعطيك الصحة يا سيد ماهر العبكة، الماهران من أفضل ما أنجبت الكرة الكرمية. هنالك بصراحة تعليقات وكلمات طيبة يتم توجيهها للسيد ماهر العبكة، وهي بالفعل بتحديات ودائما وأبدا بالكلمات الرائعة للسيد ماهر العبكة. لكن يعني اليوم نحن نلحظ، وإن كنت متابعا بصراحة للواقع الكروي المعاش، غياب اللهفة والشغف الجماهيري. برأيك ليش غابت هاي اللهفة؟ ليش بالزمانات كنا نسمع انه الكل كان يلم ويحط من جيبته عشان بس اذا في تسيير الحافلات من منطقة لمنطقة، وبتعرف كل مرة بيصير اللقاء الكروي على ملعب في محافظة معينة كان الشغل والعمل بروح الجماعة. اليوم يا دوب يسمعوا زي ما قلت عن انه في مباراة، ولا اصلا كان في لقاء بين هذا الفريق مع فريق اخر. برأيك ليش غابت هاي اللهفة؟ والله من اول ما اجت الانتفاضة وهيك كل الوضع تغير. يعني النادي بعد ما وقفت في 86 تقريبا، نعم، واختلفت الناس كلها نهائيا. يعني انا كنت الاحظ هاي الشارع، وانا ابقى حتى في الشارع ماشي، انه الاصدقاء اللي كانوا قريبين منك ابعد كثير. ليش؟ والله ما قادر افهم شو اللي تغير في الوضع، يعني اللي صار. نعم، يعني كان حضور السلطه عندنا وكذا وشيء، مش زي ما كانت اول البلد كلها ايد واحده وشغلات زي هيك. صحيح، تغير هذا الحديث كله. صحيح. طب يعني اول ما استلموا كذا والدنيا صارت، الناس تغير وتبعد شيء، بلع الكره ويتجه للطريق السياسي وشيء، يعني اختلفت وابعدت. التهوا في مشاغل الحياه، في السياسه، في الواقع المعاش. نعم، انت تشوف صاحبك كل يوم، زميلي كل يوم، صرت بالسنه او بالشهر يمكن يكون متوفي وما تعرف انه الانسان هذا متوفي. يعني انا كنت مسافر، ثلاث ارباع العالم ما كان تعرف اني مسافر. نعم، صحيح. طيب سيد ماهر، بالنسبه لهذا الحدث الذي لن ينسى، نهائي كاس فلسطين ضد سلوان، شو بالضبط بيمثل لك هذا الحدث وهذا اللقاء؟ والله كانت ايام حلوه هذيك. كانت مباراه جميله جدا طبعا، وتعرف زي ما قلت لك كان الجمهور متلهف لمباراه زي هيك، انك تلعب ضد نادي عنيد مثل نادي سلوان، كان نادي رهيب جدا ولاعبينه كانوا من الناس المميزين، شايف كيف؟ فتبقى هاي المباريات يعني لها موقف خاص او طابع خاص. نعم، اللاعب بيكون يتحضر لها زي ما قلت لك طول الاسبوع كامل تدريبات، وانه بده يلعب ضد نادي سلوان او نادي سلوان يلعب ضد ثقافه الكريم، الاسماء تكون اسماء قويه جدا. وزي ما قلت لك احنا حفرنا اسمنا نادي ثقافه الكريم على انه يكون من الاوائل في الضفه الغربيه، فعشان هيك تكون المباراه لها قيمتها ولها حافزها عند الجمهور وعند الناس، فتكون مباراه قويه وند قوي. نعم. طيب سيد ماهر، شو الهدف اللي ما بتنساه بحياتك، اللي دائما في الذاكرة، ولما تتذكر بتقول الله على هالأيام، وعلى بالفعل قديش تفتخر بالأداء فترتها؟ كانت أيامها في مباراة بتذكر النادي والشباب، عندنا مؤسس الشباب البيري كانت بطولة كرم، وإذا إحنا ما بنفوز ننزل على الدرجة، يعني بيننا وبينهم كانت إنه ننزل على الدرجة الأولى، يعني حاسم كان الموضوع. كانت يوم هاي المباراة وفزنا عليهم 3-2، وكنت أنا جبت 3 جوال يومها. كل الاحترام، يعني 3 جوال ثلاثية هاتريك، فيش مجال. نعم. كل الاحترام للسيد ماهر العبكة، بالتأكيد احنا تشرفنا بلقائك وبالحديث معك في هذا اليوم في برنامج طلة فجر ضمن فقرة عالم الرياضة. دائما وأبدا نبحث عن الأصالة، عن العراقة، عن من شكل فارقا ونقلة نوعية حقيقية في عالم الرياضة. ابن العنابي الهداف عام 86 وأيضا عام 87، ومحطات مميزة كثيرة كان قد خلدها ولا يزال يستذكرها، ونستذكرها معه الآن ضمن برنامجنا وأثيرنا إجمالا.